وما ذكرتش ولا كلمة كمان. يبقى دي هتنجح ازاي؟ ضياع على عيالي السنة، السنة دي هم ضيعوها على عيالي. مين هيدفع لي مصاريف عيالي دي كلها والسنة اللي راحت عليهم؟ ومعايا بنتي في أولى ثانوي وابني في ثانية ثانوي. يبقى أنا دلوقتي هدفع 5000 جنيه عشان آخد شقة ولا أعلم عيالي؟ قول لي طيب، أنا عايزة حل.